التجميعة الأكثر طلبا على قناة عرب هاردوير في الحلقات في الكومنتات، والأكثر طلبا على السيرفي اللي تم على موقعنا عرب هاردوير دوت نت. تجميعة مش لأبناء تجار المخدرات، تجميعة اقتصادية، بما إن دلوقتي الفئة دي من المستهلكين بقى ليها تواجد على الخريطة بتاعة شركة إنفيديا بكارت زي الجي تي إكس 1660. بما اننا جبنا سيره الجي تي اكس 1660، سواء هو او اخوه الاكبر الجي تي اكس 1660 تي اي، اصحاب تسميه اللي ملهاش علاقه بجيل تيورينج كله، الا ان ده ما يمنعش ان الكارت يكون الافضل لدقه وعرض ال 1080 بي، سواء للالعاب من نوعيه تريبل اي او الالعاب من نوعيه الاي سبورت، زي ما هنشوف في اخر التجميعه من النتائج. كروت الجي تي اكس 1660 كلها ما فيش منها نسخ قياسيه التصميم او فاوندرز اديشن. انفيديا سابت مصير التبريد للكروت دي في ايد شركاء انفيديا، منهم شركه زوتك صاحبه النسخه اللي معانا، واللي سعرها بيكون 240 دولار. بروسيسور التجميع هيكون الـ AMD Ryzen 5 2600، بروسيسور 6 كور 12 ثريد، تردد افتراضي 3.4، وبيوصل على البوست لتردد 3.9 جيجا هرتز. سعر البروسيسور ده 165 دولار. المذر بورد هتكون الـ MSI B450 Gaming Plus، مذر بورد متوسطة السعر والشريحة والمميزات، تدعم رامات في وضعية دول تشانل بحجم يوصل ل 64 جيجا بايت من نوع DDR4، وحتى تردد 3200 ميجا هرتز. بتدعم الـ RGB عن طريق 2 هيدر، وفيها M.2، ده غير ان شريحة البي 450 بتدعم كسر السرعة للبروسيسور، فتقدر تدي دفعة بسيطة للبروسيسور تحسن من ادائه شوية في الالعاب على دقة عرض 1080 بي، بما انها الدقة الاكثر تأثرا بتردد السنجل كور في البروسيسور. وده يودينا لنقطة مهمة جدا قبل ما نروح لنقطة مهمة تانية وتالتة ورابعة، وكده تكون تجمعتنا كمواصفات خلصت. ليه بروسيسور من AMD؟ في الحقيقة ده سؤال اتسأل لنا كذا مرة في اكتر من تجميع. هو مش تطبيل لAMD او انا بفضل AMD على انتل، مش كده خالص، بس المعطيات اللي هقولها لك هتفضل كفة AMD على كفة انتل. واحد، البروسيسور والشريحة بيدعموا كسر السرعة، الموازي ليه البروسيسور الكور i5 8600 والشريحة البي 360 كسعر، الاثنين دولت ما بيدعموش كسر السرعة، بعيدا عن ان الرايزن 5 هيكون اداؤه اعلى في المالتي تاسكينج عشان الثريدز الزيادة. 2، سوكت AM4 بيدعم حتى الان جيلين من AMD، ومتوقع انه كمان يدعم الجيلين اللي جايين ببروسيسورز AMD، ففي فيوتشر بروف، على عكس ان المنافس ليه من انتل LGA1151 اخره الجيل الحالي، ومفيش امل حتى الان ان في نيه انه يدعم بروسيسورز من الجيل اللي جاي. واخيرا وليس اخيرا، البورد بتدعم رامات حتى 3200 ميجا هرتز، ويمكن الميزه دي اللي خلتني اختار الرامات دي من اي داتا XBG D40 بمساحه 8 جيجا بتردد 3000 ميجا هرتز، عشان زي ما وضحت في حلقات فاتت ان بروسيسورز AMD بتستفاد من التردد العالي في الرامات، فممكن تعتبر ان دي زياده مجانيه في الاداء بقطع انت بالاساس كنت بتشتريها باي ديفولت. ده طبعا غير الار جي بي اللي ملوش علاقه بالاداء بس بيعمل شكل كويس. المذر بورد سعرها 113 دولار، والرامه سعرها 75 دولار. ومن الرامات نروح لواحده من اهم القطع، الاس اس دي، صاحب اعلى ظهور على قناه عرب هاردوير مؤخرا، الاس اكس 6000 برو. الاس اس دي ده بقى متاح حاليا في مصر وسعره لازال مغري جدا. النسخه اللي هستخدمها هتكون 256 جيجا، ودي اقل مساحه منه متاحه. سعر النسخه دي 45 دولار، واعتقد بالسعر ده من اي داتا هيخلي الاس اس دي ده اختيار اساسي في اي تجميعه، زي الهارد ديسك اللي انت هتضيفه بعد كده كمساحه سنويه. الويسترن ديجيتال برو 7200 لفه في الدقيقه بسعر 47 دولار. يبقى كده ما فضلش في التجميعه غير حاجه واحده بس، وهي الكيس والباور سبلاي. وليه قلت حاجه واحده بس؟ لان كولر ماستر في المنطقه العربيه موفره بندل كيس وباور سبلاي زي زمان، بس مختلف شويه. كتير منا اصطدم بالكيس السي ام بي 351 و350، وكانت الكيسات بسبب رخصها سعرا مقابل ان معاها باور 400 واط كان بيخليها اختيار لاي حد عاوز جهاز من الفئه الاقتصاديه. فكولر ماستر ابتدت ترجع البندل ده مره ثانيه، بس بشكل احسن يناسب الترند الحالي اللي ماشي مع الكيسات، السي ام بي 500 مع باور سبلاي 600 واط، وفي منها 500 واط، بس لقيت ان سعر ال 600 واط مغري جدا، يقدر ب 1750 جنيه مصري، اي ما يوازي 95 دولار امريكي. الكيس واخده نفس التصميم الداخلي للكيس اللي اتكلمت عنها في تجميعة المره اللي فاتت من الفئه المتوسطه، الماستر بوكس ام بي 500. للاسف انا ما جربتهاش، بس شكلها ومواصفاتها بتقول انك تتوقع منها كيبل مانجمنت مناسب لسعرها، هتشيل اي كارت بدون اي مشكله، والاهم انها هتكون مناسبه لتجميعتنا سعرا ومواصفات، اللي بيوصل التوتال بتاعها في النهايه ل 780 دولار، اي ما يوازي 2925 ريال سعودي، 2865 درهم اماراتي، وما يقارب من 13501 جنيه مصري. ولو حابين نحط اسعار بعملات عربيه اكتر يا ريت تقول لنا تحت في التعليقات. من النتائج اللي باينه قدامك لجهاز بمواصفات من الفئه الاقتصاديه وعلى دقه عرض 1080 بي، كارت الشاشه مع البروسيسور هيكون قادر على تشغيل الالعاب سواء من نوعيه تريبل اي او من نوعيه الاي سبورتس على اعلى اعدادات ليها بدون اي مشكله، باداء مقارب لل 60 فريم او اقل بنسبه قليله، الا في اللعبتين دولت مترو واساسنز
سكرين. لكن العاب الاي سبورتس كلها بدون اي استثناء الكارت مع البروسيسور كاسرين حاجز ال 60 فريم، ومش بالضروره الالعاب دي تكون على اعلى اعدادات ليها، مع شويه تعديلات في الاعدادات بتاعتها، وده غالبا اللي بيتم من كل البرو بلايرز في الالعاب. من نوعيه باتل رويال تقدر توصل ل 144 فريم وتشتغل على شاشه 144 هرتز، وده يبقى السيناريو الافضل من حيث التجميع والشاشه. ضيف على كده ان مع الاداء ده درجه حراره الجهاز او درجه حراره البروسيسور والكارت كانت في مستويات اكتر من ممتازه، يبقى التجميعه من النتائج هي الافضل حاليا واخيرا في الوقت الحالي للفئه الاقتصاديه على ريزولوشن 1080 بي، سواء كانت للالعاب من نوعيه تريبل اي او من نوعيه الاي سبورتس، بالاخص لو كانت من نوع الباتل رويال، بما ان الالعاب دي حاليا هي الاكثر شهره، والشركات المطوره للالعاب بقت تنتجريت المود ده في العاب كتير جدا زي باتل فيلد وكول اوف ديوتي، او تبني العاب من الالف للياء على المود ده زي فورتنايت ببجي وابيكس ليجندز مؤخرا. طبعا مش بالضروره تاخد المواصفات دي كوبي بيست، تاني مش بالضروره تاخد المواصفات دي كوبي بيست، ممكن تعدل عليها، يعني بدل الكيس اللي انا حاططها تاخد كيس بندل اقل ان كان متاح، البورد ان كان فيه اقل منها تقضي الغرض مفيش اي مشكله، او انك تروح للمنصه الثانيه من انتل، مع اني بفضل في الحاله دي ام دي للاسباب اللي انا قلتها في البدايه زي كسر السرعه، الاستفاده من تردد الرامات العالي، والاهم هو الفيوتشر بروف اللي بتقدمها منصه ام دي على منصه انتل، او بمعنى ادق سوكت ام 4. فلو ناوي على تجميع للالعاب رينج من 700 دولار ل 800 دولار، اعتقد مش اعتقد ده انا متاكد انها افضل اختيار في الوقت الحالي، مين عارف يمكن يكون في اوبشن اقل شويه من الرقم ده، في الحلقات الجايه هنعرف، او التجميعات الجايه هنشوف اللي هيجي لك بيها اشعار لما تعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير ولايك لو حلقتنا عجبتك، ورايك تحت في التعليقات للتجميعات اللي حابب تشوفها على القناه في الفتره الجايه.